مدينه اغير نوكادير ومن قلب دائره اكادير الاطلسيه بعماله اكادير ايدا وتنان بجهه سوس ماسه اغير نوكادير في دورته العاشره للاحتفاء برأس السنه. دار نقدر نسمو نغير نوكادير د ميدلي دي سيو سنين خدقا دغي واد نورير خدقا الجماعه نورير خدقا الجيان سوس مسا خدقا مجموعه من المؤسسات نغير نوكادير دي دونس فوكلو سيدو سكاسا مزيان. اعزائي مرحبا بكم عندنا من جمعيه تغير نوكادير في اطار فعاليه الملتقى غير نوكادير الثقافه والسياحه بمناسبه احتفال بالسنه الامازيغيه. معاه كيقول لي لاباس انير ماني كي كاورير هذا السؤال كيقول لي من 2008 كنعرفوا 2008 كيقول لي ماني كي كاورير امازيغيان خص تراثنا خص المورد الثقافي لانه يعني الملتقيات وليت تيسكر عن فراغ وانما تيسكر باش نعبر على السنغ على المورود الثقافي التاريخي العريق بالنسبه للهويه الامازيغيه. الناس سي الحسن انير اللي قال تو كاس باش ادي اسمه ادي اسمه قارو دمونات فولكيني عبد العظيم والله صراحه انا تشكر بعدا هاتي السنه الامازيغيه هاتي التاريخ هاتكا والله 1973 950 عام حسن زوار الميلاديه سنه الاجازه هناك كندا هو ربي سيمكن تخدم سنه الاجازات في كندا كندا طلع كيسنا قيس 15 حيت البروديه ولات لكم تا مسكرو دار كاع سنت ولكن الحمد لله انا كوني طاقه منه رنت فدار وين الدراوش واقي سسم الغراد وش نموت نتفى غالي في رئيس جمعيه إغير نوكادير اللي كتنظم الملتقى الثقافي والسياحي بجبل مدينه اكادير في النسخه ديالو العاشره بمناسبه احتفال بالسنه الامازيغيه الجديده 1973. هذا الملتقى اللي كيعرف انشطه متعدده من يعني الاحتفال مع الاطفال بالسنه الامازيغيه بمؤسسه إيسن وكذلك نشاط احتفال بالسنه الامازيغيه بتكريم مجموعه من الرجال والنساء اللي ساهموا في التنميه الثقافيه والسياسيه والاقتصاديه والجمعويه بجهه سوس ماسه. برنامج غني بحضور فقرات موسيقيه متعدده فاطمه تحيحيت محمد اتنان الرفوش مجموعه الحسن انير في اوركسترا البعمراني وكذلك اعود الرفوش
هذا البرنامج هذا اللي كنا 3 ايام اللي فيه 12 و13 و14 يناير بدينا بالنهار الاول، والشعار ديالي هو ديال انه التحسيس بالماء واهميه ديال الماء، هذا لان كنعرفوا بان بلادنا فيها الجفاف مؤخرا، وخاصنا اننا نكون نديروا تفويض، لان السلوك الفردي هو اللي كيأثر على السلوك الجماعي، باش اننا نحافظوا على الفرشه المائيه، ندبروا احسن التدبير. الاطفال هم رجال المستقبل ونساء المستقبل، خاصنا نقلوا لهم هذه الرساله. حضرنا مع اكثر من 300 طفل، داروا مسرحيه حول تدبير الماء، داروا مسرحيه حول التقاليد والاعراف السنه الامازيغيه، داروا برنامج ديال بنغلجه طريقه الاستقضاء قديما عند الاطفال للناس ديال الامازيغ في القرى، داروا الالعاب التقليديه القديمه، درنا الاطباق الامازيغيه، مجموعه من الانشطه. اليوم عندنا هذا الاحتفال اللي حضروا فيه شخصيات وزينه من الاعلام، من رجالات السياسه والاقتصاد، وكذلك العائلات، جو عائلي من اجل اننا نعبروا، لان الاحتفال بالسنه الامازيغيه هو احتفال عائلي 100%، ماشي واحد الاحتفال اللي هو كيكون فيه مشاكل وصداعات، لان الامازيغ بطبيعتهم مسالمين. غدا ان شاء الله 14 يناير غادي يكون عندنا واحد البرنامج اللي هو حافل، وغادي يكون عندنا باب مفتوح لمجموعه من السياح الاجانب اللي غادي يجيونا من جميع لي سورت كامب اللي كاين هنايا، وكذلك لي باساجي الناس اللي هما غادي يدوزوا من المنطقه ديال التاورير باش يجيو يذوقوا معنا الاطباق الامازيغيه، وكذلك اللي غادي نشطوا فرقه ديال قناوه افتا السوس. كنقول للناس الامازيغ من المغرب الى تشاد الى مالي الى النجر، وكذلك كل المغاربه وكل الناس اللي كيحبوا الشعوب الاصليه، وكل الناس اللي كيامنوا التعايش والتسامح، وكذلك قبول الاخر، اسكاس نمام غاز، اسكاس مقرا، اسكاس ايمان بالعمل اللي كنديروا، لان الدوره العاشره ماشي هي، ملي كنقول الدوره العاشره كنقول له سافوار فيغ، كاينه تجربه، كاين الايمان عندنا هذا الشيء، واحد مولود صغير بديناه من الصغر ما خصناش نتخلاو عليه اليوم، بحال واحد الطفل اللي كيكبر معنا. عرفنا بان كاينه سياسه التقشف، عرفنا بان كاينه الازمه من بعد هذه الجائحه ديال الكورونا والتوقف ديال سنتين، وانما الاصرار ديالنا والعزيمه ديالنا خلتنا اننا نديرو تفيد باش اننا ننجحوا هذه الدوره بمشقه الانفس. صعيب بزاف، ما كاينش الدعم، ما كاينش التمويل، ولكن الايمان ديالنا كما قلت لك، وليكوتيزاسيون ديال لي مومبر داسوسياسيون وبعض المتعاطفين ديال الجمعيه، وكذلك الايمان ديال جهات سوس مسا بالثقافه والتراث ديال الجهه ديالنا، وكذلك وزاره الثقافه مشكوره في شخص وزير الثقافه اللي دعمت الجمعيه على سجل ندور هذا النشاط، وكذلك جماعه اوير. رغم انه الدعم ضعيف، ماشي ذاك الدعم اللي كنا كنتسناوه باش نديروا شي حاجه اكثر من هذا الشيء، وانما لابد اننا نسجلوا التاريخ وما ندوش هذه السنه غير هكا. كنشكر الجمعيه على هذه اللحظه الجميله اللي تقسمنا فيها واحد الاعتراف بان الانسان كان عنده دور في الحياه المدنيه ديال المنطقه، مع واحد المجموعه ديال الفاعلين من مستوى عالي جدا اللي قدموا خدمات من المواقع ديالهم، سواء مهنيه في الصحه او في المواقع ديالهم كمنتخبين للجهه عموما. وهذا كيعكس بانه التظاهره هي ماشي كونها كاينه في الجماعه ديال اوري، يعني راه مقتصره فقط على اوري، ولكن مفتوحه بشكل كبير جدا على جميع الفعاليات ديال المنطقه. اليوم كتعكس بان هذا المجهود اللي تبدل في الاحتفال براس السنه الامازيغيه هو مجهود كيتجاوز حدود الزمن، يعني الاحتفال بنهايه سنه وبدايه سنه اخرى، الى الاحتفاء بالمكونات الثقافيه اللي كتجعل المغرب قوي في التنوع ديالو، اللي كتعطينا واحد القناعه بان خصوصياتنا هي السلاح ديالنا اللي يمكن نتموقعوا به كدوله كشعب كامه في اطار مكونات ضد التيار العولمة الجارف اللي كيحاول ينمط الانسان في جميع انحاء العالم. انا سعيد جدا لانه اولا اللقاء كان ناجح وكان متميز، وسعيد لانه واكبته من كمتتبع وك نقولوا متفرج، الا بغينا نقولوا على ديال منذ الدوره ديال الاولى، اليوم كيلحق الدوره العاشره وكيحظى بهذا الدعم وبهذا الحضور من هذا المستوى العالي جدا. عجبني ايضا انه كاين واحد الانسجام والتكامل بين الجماعات، جماعه اورير وجماعه تغازوت، وبين الجمعيه المنظمه وبين المكونات الاخرى. كنتمنى للاخوان التوفيق، وكنشكرهم بزاف من هذا المنبر، وكنتمنى ان شاء الله انه يكونوا فرصه لتكريم فعاليات اخرى، وهما كمنظمين هذا المهرجان يتم الالتفات عليهم ويتم التكريم ديالهم والدعم ديالهم، لانه هاد الطاقات الشابه ما كنلقاوهاش بزاف. وشكرا لكم. السلام عليكم ايتما ديستما جميعا، اركن نشكر جميعا، خاصه لي يا نواس
لسد حفا لسد حفا لنائي مزيان لسد لغاز كان الحفلات رسمتني دوز كاس ابنت كلها هيا غنلا غمسكتين توورير هيا غنسكر الحفلة هن لهضرت الله هن لهوات الله هن نافو الكيلة هن لهضرت ديما كيما قعيدة العواد الناغ إيداو تنان الكاموتيني العواد الرافوش هادي ديو السامخير قاتمان الحمد لله هن تشكال الحباب الناغ هن تشكال الفرقة وحواش اللي دوري تران دل تهضر نسقيك ديك اللي بدا أتني الصبح ربي أتني كل تشكار أن تشكار متنا اللي نيكان توكاس نسن حتى نتني اللي غي يبيد الخيرات يستوى اللي نغيد الفنانة كلو أتني اللي غيد المنتلين أيت لي دعات أيت الفازة أيت كرقات نسقيد الله الحمد لله.